ست سنوات جديدة تواصل فيها روسيا طريقها تحت قيادة فلاديمير بوتين الذي فاز في انتخابات رئاسية وصفتها دول غربية بأنها تفتقر إلى الحرية والنزاهة، لكن نتائجها لم تكن تمثل أي مفاجأة. ومع بداية فترة رئاسية جديدة تبقى العلاقات الروسية الأوروبية محل شد وجذب على خلفية حرب أوكرانيا والحصار المفروض على موسكو وانضمام مزيد من الدول لحلف الشمال الأطلسي، بينما يعول بوتين على ساكن جديد في البيت الأبيض في الانتخابات الأمريكية المقبلة. نتابع التقرير ومن ثم نبدأ الحوار. فلاديمير بوتين يضرب مجدداً، لكن عبر شرعية انتخابية هذه المرة أمنت له حكم روسيا لست سنوات أخرى، حاز فيها على نحو 87% من أصوات الناخبين. هي شرعية صورية كما يقول مناهضوه في الغرب أو كما يشكك معارضوه في الداخل، إلا أنها لن تغير من حقيقة أن الرئيس بوتين باق في الكرملين لولاية خامسة تمتد حتى عام 2030 على الأقل. لم يكن فوز بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية مفاجئاً، بل كان يقيناً كاملاً لدى خصومه تماماً كما مناصريه، وهو ما يعني استمرار النهج الروسي في إدارة الملفات الداخلية والخارجية. وتعد نتائج الانتخابات هذه بمثابة تجديد للتفويض الممنوح للرئيس بوتين للمضي قدماً في حربه التي بدأها في قلب أوروبا بعد الهجوم العسكري على أوكرانيا في فبراير عام 2022، وإسكات أصوات المعارضة الغائبة أصلاً عن الاستحقاقات الكبرى التي تواجهها روسيا. ففي خطاب النصر جدد بوتين تحذيراته من مخاطر تمدد الحرب واتساعها مع حلف شمال الأطلسي، مضمناً كلامه تهديداً مبطناً بأن العالم قد يكون على بعد خطوة واحدة من حرب عالمية ثالثة. موقف بوتين هذا يأتي في سياق الرد على المواقف المتشددة التي تبديها الدول الغربية بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا، لا سيما بعد اللغة المباشرة التي أطلقها قادة أوروبيون بإمكانية التواجد على الأرض إلى جانب القوات الأوكرانية. ففي تصريح سابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يستبعد إدخال قوات برية لدعم كييف دون أن يشكل ذلك تعهداً حاسماً من قبله أو من قبل الحلفاء في الناتو، وذلك في ظل التقدم الميداني الذي أحرزه الجيش الروسي مؤخراً لا سيما في أفديفيكا في دونتسك على حساب القوات الأوكرانية. إلا أن تصريح ماكرون لم يكن الوحيد بهذا الصدد، فقد سبقه في يناير الماضي موقف مشابه عندما قال رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي روب باور إن الأعضاء بحاجة إلى الاستعداد لحرب مع روسيا في السنوات العشرين المقبلة. ولعل أبرز هذه المواقف جاءت على لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن في ديسمبر الماضي عندما حذر من أن بوتين سيهاجم الناتو بعد أوكرانيا. يستشعر الغرب التحدي المتمثل بوجود شخص كبوتين على رأس السلطة في روسيا، ويدرك ضرورة ترتيب صفوفه بعد أن شابها شيء من التذبذب والتردد في التصدي لروسيا وفي دعم أوكرانيا بالسلاح اللازم لإحراز النصر. في هذا الوقت تراهن موسكو على تغير المعادلات الدولية لصالحها في حال فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة، ما قد يعيد الخلافات بين أعضاء حلف شمال الأطلسي ويسمح لبوتين بالتجرؤ أكثر في أوكرانيا أو التفاوض من موقع قوة. معنا من جنيف الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف. دكتور، بغض النظر عن طبيعة نظام فلاديمير بوتين والطريقة التي فاز بها في ولاية جديدة، هذا الرجل باق في قيادة روسيا، ماذا يمكن أن تفعل الدول الغربية في مواجهة ذلك برأيك؟ هي طريقة الفوز متعلقة ومرتبطة ارتباطا كبيرا بالرسائل التي يريد إرسالها في النهاية الرئيس بوتين للغرب. هو كان يمكن أن يكتفي بنسبة معقولة، لكن النسبة العالية سواء نسبة التصويت، نسبة المشاركة أو نسبة الفوز تعطي ثقة كبيرة، ويريد أن يقول أولا للداخل بأنه لا بديل على بوتين، ويقول كذلك للغرب بأن مشروع بوتين في السياسة الخارجية هو مشروع في النهاية يتقاسمه مع الشعب الروسي، وبالتالي هو مصدر قلق
بالنسبة للعديد من الدول الأوروبية التي سارعت للتخفيف من نسبة النجاح، والقول في النهاية بأن لابد أن ننتظر لنرى كيف يمكن أن تكون هذه الرئاسة الجديدة الخامسة للرئيس بوتين. لكن هي فهمت بأنها تحدي كبير، خاصة إذا وصل الرئيس ترامب، باعتبار أن الولايات المتحدة ستعيد سياستها. سنصل إلى احتمال فوز ترامب يا دكتور حسني، وفي العلاقة سنصل إلى احتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض، لكن برأيك الآن مع فوز بوتين في أول خطاب، خطاب النصر إذا صح التعبير له، حذر من حرب عالمية ثالثة. هذا ليس جديد يعني في السردية الروسية، وخاصة الرئيس، لكنه يعكس نهجه أنه مستمر في هذا النهج. المسؤولين صحيح أنه مستمر في هذا النهج. هو في النهاية هذا النهج بالنسبة لبوتين أعطاه النسبة الكبيرة، يعني هو القول بأن روسيا تتعرض لهجوم، تتعرض لهجمة غربية من أجل قيمها، من أجل إعادة النظر في حدودها الشرقية. هو استطاع بنجاح كما يبدو لي استعمال في النهاية حتى الصعوبات الروسية في أوكرانيا وما يحدث في أوكرانيا، استطاع أن يستغلها على أساس أنها في النهاية هي، لأن بوتين يتصدى لهجوم غربي، لهجوم أطلسي، وبالتالي فهو مستمر في هذه العملية، خاصة وأن المؤشرات الأخيرة تؤشر على أن بالعكس أن روسيا الآن في وضع متقدم. طيب في مواجهة ذلك كيف يمكن أن تكون الخيارات الغربية؟ أنه ماذا نفعل مع هذا الرجل؟ نواجهه كما لمح الرئيس ماكرون بإرسال قوات ربما إلى أوكرانيا بمواصلة الضغط عليه اقتصاديا، أم نحتويه أم نتفاهم معه بكل بساطة؟ كل هذا تقريبا وارد، يعني قضية الاحتواء، هناك الخوف من أن لا يفتح بوتين جبهات جديدة عندما يصرح بوتين بأن حدود روسيا لا نهاية لها، يعني هذا تصريح مخيف، يعني لقضية الأقليات الروسية الموجودة، عندك مثلا ما يحدث في مولدافيا مرشحة كذلك أن تكون بؤرة توتر، كذلك جورجيا وحتى دول البلقان القريبة. فما يريده الغرب قبل كل شيء هو الاعتماد على ما هو متوفر، وهو احتواء سياسة التوسع الروسية، يعني لا يتجاوز ذلك أوكرانيا، وحتى في أوكرانيا أن يبقى الوضع على حاله. في نفس الوقت هناك رغبة من قبل بعض الدول الأوروبية، إلى حد الساعة فقط فرنسا تريد أن تتزعم هذا المسار، وهو لابد من أن لا ينتصر بوتين في أوكرانيا. كل الدول الغربية تقول بأنه يجب أن لا ينتصر، لكن هي لا تساهم في النهاية أو لا تقدم ما يكفي من أجل أن تفشل روسيا داخل أوكرانيا. تعتقد أن تصريحات الرئيس ماكرون إذن معزولة ولا تشاطره إياها بقية العواصم الأوروبية الفاعلة، بمعنى إرسال قوات برية حتى لمواجهة الروس في أوكرانيا؟ في ضرورة التصدي لبوتين وفي ضرورة كذلك إعطاء دفعة عسكرية وحتى مالية، ورأينا ذلك في الدخول للاتحاد الأوروبي مستقبلا لأوكرانيا، المشروع الفرنسي تتقاسمه معه العديد من الدول الأوروبية، جل الدول الأوروبية، لكن في قضية التواجد العسكري، زج بقوات عسكرية داخل أوكرانيا، هذا المقترح لا، يعني في النهاية لا توافق عليه، بالعكس أكثر من ذلك، يعني كان ممكن لبرلين أن لا ترد أصلا، لكن رد المستشار الألماني كان يعني فسر بطريقة سلبية جدا في باريس، وحتى من قبل الدول الأوروبية الأخرى التي اختارت كذلك الحياد في موضوع إرسال قوات أجنبية، لأنها تخشى في النهاية بأن يفهم ذلك كاستفزاز جديد إضافي للرئيس بوتين، وكذلك ربما تخشى من رأيها العام. كما تعرف دكتور وأنت تعيش في أوروبا، اليمين المتطرف واليسار المتطرف يختلفان على كل شيء، لكن يتفقان في التعاطف أو التفاهم أو الدعوة إلى التفاهم مع فلاديمير بوتين، وهنا مشكلة للحكومات الأوروبية. يعني فقط البارحة يعني وقع اجتماع مهم جدا داخل القصر الإليزي في باريس، الرئيس ماكرون دعا زعماء الأغلبية الرئاسية، لأن نتائج عمليات صبر الأراء، عمليات استطلاع الأراء تقول بأن حزب اليمين المتطرف متقدم بعشر نقاط، يعني هذه النسبة يعني لم تحدث في السابق، على التكتل الرئاسي. يعني هناك تخوف كبير بأن في الانتخابات البرلمانية الأوروبية سيكون هناك يعني تكون هناك انتكاسة
للأحزاب الحاكمة الآن في العديد من الدول الأوروبية ما عدا إيطاليا. ولذلك الرئيس بوتين يعتقد كذلك عامل الوقت يلعب لصالحه بأنه في النهاية ينتظر وغير متسرع. ربما الانتخابات المقبلة البرلمانية ستكون هي يعني هي مرآة وستعكس نتيجة الانتخابات المقبلة، وبالتالي كيف يكون السلوك الأوروبي تجاه روسيا. وأهم انتخابات طبعا تلك التي ستجرى في نوفمبر. على الجانب الآخر من الأطلسي، وربما يعود دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وهذا بحسب ضيوف روس خرجوا معنا ربما ما يريده فلاديمير بوتين في النهاية. صحيح، ولذلك هو غير متسرع. يعني لاحظت معي أن الرئيس بايدن الأسبوع الماضي عندما تحدث ماكرون على إمكانية بعث قوات، حتى الرئيس بايدن قال بأنه في النهاية غير متحمس لهذه الفكرة، ويعلم جيدا بأن إرسال قوات يخدم الرئيس بوتين، ولذلك هو يعني لا يريد هذا المقترح، وخاصة الآن إلى حد الساعة عجز حتى في إقناع الغرفتين بالموافقة على حزمة مساعدات عسكرية ومالية لأوكرانيا. الرئيس بوتين لديه تفاهمات مع الرئيس ترامب. الرئيس ترامب براغماتي جدا حسب ما يقول بوتين، وهو لديه سياسة خارجية مختلفة على السياسة التي يقوم بها بايدن. لكن ترامب يعني يحاول، يعني هذه المرة هو حذر جدا في هذه القضية، وفي النهاية لا يريد أن يحرق كل أوراقه، بقي على نقطة التماس. لكن من المؤكد أن المحتوى سيكون مختلف على سياسة بايدن التي كانت تعتبر سياسة يعني فعلا هجومية إن صح التعبير تجاه أوكرانيا، وهو الذي قاد الحملة الغربية ضد الرئيس بوتين ومع أوكرانيا. هل يتردد عندكم أستاذ حسني عبيدي في العواصم الأوروبية أصوات ربما بدأت ترتفع شيئا فشيئا مؤخرا للقول أنه يجب علينا أن نقبل بالوضع الحالي في أوكرانيا ونتوصل إلى معاهدة سلام مع روسيا تأخذ بموجبها الأراضي التي ضمتها لأوكرانيا، وينتهي هذا الموضوع ويتوقف استنزاف الخزينات في الدول الغربية المطلوب منها تقديم مساعدات لأوكرانيا كل مرة أكثر فأكثر؟ هل هذه أصوات قد تصل فعلا إلى دوائر صنع القرار ولننهي هذا الموضوع؟ لا، هي وصلت إلى دوائر صنع القرار. بالنسبة للأحزاب اليمينية أنت تفضلت، يعني هناك نقاش حاد حول قضية الوضع في أوكرانيا ومدى إمكانية الالتزام بهذه المساعدات التي في النهاية هي أتعبت دفع الضرائب. بالنسبة لكذلك الرأي العام هناك بعض الجرائد، لكن في الحملة الانتخابية البرلمانية وهي مهمة لأن معيار الحملة الانتخابات البرلمانية الأوروبية، العديد من الأحزاب لا تريد في النهاية الزج بقضية أوكرانيا بقوة، يتحدث على سياسة خارجية جديدة، مراجعة السياسة الخارجية تجاه روسيا، ولا تتحدث على أوكرانيا باعتبار أن هناك رأي سائد بأن في النهاية مساعدة أوكرانيا هي مساعدة الديمقراطية الغربية، والقول بأنه لابد أن نترك أو أن نتفاوض مع بوتين هو في النهاية انهيار لقيم الغرب. استطاع الغرب منذ البداية في النهاية تصوير هذه الحالة أو حالة أوكرانيا بأنها معركة ما بين العالم الحر والعالم الغير حر، العالم الغير ليبرالي، ولذلك لا نجد الأحزاب كذلك يعني لا تريد أن تتسرع في هذه النقطة. لكن داخل الأحزاب السياسية هناك حديث حول ضرورة إعادة العلاقات مع روسيا وإدماج روسيا فيما يسمى النظام الأمني الأوروبي الجماعي. شكرا جزيلا دكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف.